السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فمن الفتن التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النظر إلى النساء، وهذه الفتنة تواجهه في الطرقات وفي الأسواق وفي الأماكن العامة وعبر وسائل التواصل وغير ذلك من الأماكن. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيها الإخوة الأفاضل، من الأمور المعينة على غض البصر أن يستحضر المسلم النصوص الواردة في الأمر بغض البصر والنهي عن إطلاقه في الحرام. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. روى الإمامان البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك لذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، والرجل زناها المشي، وكذلك الرجل زناها المشي، واليد زناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وروى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة. نظر الفجاءة هو النظر الذي يأتي عرضاً من غير تعمد. قال: فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري. وروى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. ثانياً، من الأمور المعينة على التغلب على فتنة النظر إلى النساء أن يستحضر العبد اطلاع الله عز وجل عليه لكي يخاف منه ويستحي. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الآية. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جاء في الحديث المختارة من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. ثالثاً، من الأمور المعينة على التغلب على فتنة النظر إلى النساء أن يتذكر العبد شهادة العينين عليه يوم القيامة. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. روى مسلم في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فضحك فقال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مجادلة العبد لربه، يقول: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهودا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فتنطق أركانه. قال: فيخلى بينه وبينهن بالكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. رابعا من فوائد أو من الأمور المعينة على التغلب على فتنة النظر إلى النساء أن يتذكر العبد فوائد وثمرات غض البصر. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك أولا أن في غضه امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو غاية سعادة العبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثانيا أنه يمنع وصول السهم المسموم وهي النظرة إلى قلب المؤمن. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. ثالثا اللذة والسعادة التي يحصل عليها من غض بصره، وهي أضعاف ما يحصل لمن أطلق بصره بالحرام، لأن الذي يغض بصره يكون قد خالف هواه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رابعا النور الذي يحصل لمن غض بصره، ولذلك الله جل وعلا عندما ذكر آية غض البصر قل للمؤمنين قال بعدها: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. ولا زال الكلام لابن القيم. ومعنى ذلك مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، فإذا استنار القلب أقبلت إليه الخيرات من كل مكان، بخلاف القلب المظلم فإنه تأتيه سحائب البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. خامسا من الأمور المعينة كذلك على غض البصر النكاح الحلال، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج. أيها الإخوة الأفاضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من إطلاق البصر أو من شر فتنة البصر، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من شكل بن حميد رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، علمني دعاءً أنتفع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عافني من شر سمعي وبصري وقلبي ولساني ومني. وذلك أو قول عليه الصلاة والسلام: أعذني من شر عافني من شر بصري، أي لكي لا أنظر إلى الحرام، لأن هذه الحواس من السمع والبصر والفؤاد والقلب وغيرها إنما خلقت للطاعة، ويجب أن تصرف في طاعة الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.